معنا على التليفون دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي. دكتور مساء الخير، وقول لنا شايف ازاي تراجع معدلات البطاله في مصر وفق الارقام المعلنه من وزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه؟ مساء الخير في البدايه استاذه ريهام، تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين. هو يمكن زي ما عرضتوا انه معدل البطاله الحقيقه كان قبيل بدايه برنامج الصرف الاقتصادي احنا تقريبا كنا بنتكلم في حدود 13% في المتوسط. مؤكد انه بفعل برنامج الصرف الاقتصادي اللي كان احد اهم اهدافه هو تهيئه بيئه ومناخ الاستثمار، لانه الاستثمار هو اللي هيولد مزيد من فرص العمل. مؤكد انه ده ساهم، لكن اتصور انه المساهمه الاكبر اتت بفعل ما تقوم به الدوله في اطار المشروعات القوميه. مؤكد انه المشروعات القوميه اللي هي تقريبا شملت كل قطاعات النشاط الاقتصادي، قطاع الاسكان والبنيه الانشائيه والعقاريه، قطاع الكهرباء، قطاع الطرق، اللي هي كل هذه المشروعات القوميه جنبا الى جنب مع المدن الجديده. مؤكد انه هذه المشروعات ساهمت بشكل كبير للغايه في امتصاص عدد كبير من معدلات البطاله اللي بتتراكم بفعل الزياده السكانيه. لكن الحقيقه يمكن الظروف خلال العام الماضي على وجه التحديد بفعل جائحه كورونا اثرت بالتاكيد بسلب على معدل البطاله في مختلف دول العالم. يمكن هو ده الحقيقه اللي كسر المنحنى الهبوطي اللي احنا الحقيقه كنا بنتحرك فيه فيما يتعلق بمعدل البطاله، اخذا في الاعتبار انه الحقيقه قطاع السياحه تاثر بشده، وده الحقيقه من القطاعات اللي دوما بتستوعب قدر كبير من العماله. هذا القطاع الحقيقه مولد بشكل كبير للغايه لفرص العمل، لكن يمكن اتصور انه بفعل حاله من التفاؤل بتسود العالم في الوقت الحالي بفعل استخدام اللقاحات، اتصور انه حركه السياحه على المستوى الدولي سوف تعاود مره اخرى رويدا رويدا، وبالتالي مصر هتكون من بين اهم الدول اللي هتحصل على او هيكون بالنسبه لها سرعه فيما يتعلق بمعدلات السياحه اللي بتاتي لينا، خاصه انه ده الحقيقه كمان بيتزامن مع انه خطوط الطيران مع عدد من الدول اهمها بالتاكيد روسيا بدات تعاود مره اخرى حركه الطيران الى مصر، وبالتالي ده هيكون من بين العوامل اللي هتساعد قطاع السياحه اللي هو هيكون جزء من قطاعات النشاط الاقتصادي اللي هتولد المزيد من فرص العمل. مؤكد انه كل ما قامت به الحكومه خلال السنوات المعدوده الماضيه وعلى وجه التحديد برنامج الصرف الاقتصادي والمشروعات القوميه هو ده العنصر الاساسي اللي ساهم، وبالتالي الرساله المهمه انه صحيح الدوله بتفتح ذراعها للاستثمار من القطاع الخاص، لكن الحقيقه الدوله لن تقف كثيرا في انتظار القطاع الخاص كي يتحرك، لكن الدوله الحقيقه بتقوم بمشروعات قوميه كبيره للغايه. حجم الاستثمارات العامه في الموازنه العامه للدوله بيتزايد عام تلو الاخر، وده الحقيقه من بين العوامل الهامه اللي بتساعد في انخفاض معدلات البطاله. لاي مدى اسهم برنامج الاصلاح الاقتصادي والمشروعات القوميه يعني خلينا نقول في تحسين بيئه العمل؟ حتى كنت بتكلمنا عن الجزئيه دي، عايز اتكلم عن خفض معدلات البطاله، فرقت ازاي يعني بعد هذا البرنامج؟ لو عملنا مقارنه قبل تطبيق البرنامج والان بعد تطبيقه بعدد من السنوات. هو كما عشان ان معدلات البطاله قبيل برنامج الصرف الاقتصادي كنا بنتكلم في المتوسط خلال العامين اللي سبقوا برنامج الصرف الاقتصادي كنا بنتكلم ما بين 12 و13%. مؤكد انه برنامج الصرف الاقتصادي جنبا الى جنب مع قامت به الدوله في اطار المشروعات القوميه ساهم بنسبه كبيره جدا في انخفاض معدل البطاله للمستوى اللي احنا بنتحرك فيه حاليا ما بين 7 و7.5%، اخذا في الاعتبار انه يمكن ارتفع قليلا بفعل جائحة كورونا، لكن اتصور انه الاقتصاد المصري اصبح لديه قوة كبيرة على امتصاص الصدمات، وده الحقيقة من الامور اللي برضه ساهم فيها برنامج الصرف الاقتصادي، وبالتالي عودة مرة اخرى النشاط الاقتصادي وعودة جاذبية الاقتصاد المصري انه يستحوذ على جزء مهم من الاستثمارات الاجنبية. خلينا نشيد لانه مصر بتستحوذ على ما نسبته تقريبا 20% من حجم الاستثمارات اللي بتتدفق للقاره الافريقيه، يعني مصر خلال العامين الماضيين هي الاعلى جاذبيه للاستثمار داخل القاره، وده الحقيقه بفعل المشروعات القوميه وبفعل انه الحقيقه مصر سواء كان بقى بحكم ما تقوم به في اطار تطوير المواني، تطوير المطارات، زياده نصيبها في حركه التجاره الدوليه، قناه السويس الجديده، اللي هي كل هذه الامور جنبا الى جنب مع انه مصر بتلعب دور في اطار المبادرات الدوليه، مبادره الحزام والطريق، طريق القاهره كيب تاون اللي هي من شانه انه يزيد من حركه التجاره داخل القاره الافريقيه وفي منطقه الشرق الاوسط، اللي هي كل ده بيساعد او بيولد الكثير من فرص الاستثمار وبالتبعيه الكثير من فرص العمل، لكن الحقيقه احنا محتاجين
بشده كمان من جانب المواطن جنبنا الى جنب ما تقوم به الحكومه، محتاجين من جانب المواطن ان يزيد من درجه التعليم والتدريب. يعني مش عايزين نقف مكتوف الايدي وننتظر انه الحكومه هي مش بس اللي هتولد فرص العمل، هي اللي هتسكن المواطن في فرصه العمل. لا، مهم قوي انه يكون لدينا قدر من التعليم الجيد والتدريب المستمر علشان نرفع من كفائتنا، وبالتالي يكون ده بيلبي احتياجات شركات عالميه كبرى خلال الفتره القادمه. اتصور انها هتكون موجوده على الاراضي المصريه، سواء كان في اطار بقى المنطقه الروسيه في قناه السويس او في سيناء او المنطقه الصينيه او ما الى ذلك. كل هذه الحقيقه المشروعات الكبرى هتفتح المزيد من فرص العمل، لكن مهم كمان انه يكون المواطن المصري لديه القدره على ان يلبي هذه الفرص. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور هشام ابراهيم، شكرا لحضرتك.